السلام عليكم اخواني اخواتي، الله يعطيكم العافية. بتحكي للمرة المليون عن الثعلبة. اول شيء ما ادري في احد معطيني عين، حاشني عور بالرقبة ما اقدر الف، فما ادري ضاغط احد انا، فاكيد قاعد اقول قلعته قلعته بسرعة تصير زين حرة. انزين عور والله، سولف عن الثعلبة، ركز معي، يبغى لها مكورتك. يلا ثعلبة، ليش يصير فينا ثعلبة؟ بقعة هني بقعة هني بقعة بقعة بقعة. إنزين وليش نادر ما تصير مثلاً بالإيد؟ هذا شعر هذا شعر، ليش ما تصير هني؟ من النادر ليش ما تصير؟ ليش كله بالرأس 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 بالرأس؟ الموضوع ترى قرب. ويبغى القلم ورقة. يلا. إنزين أكثر السموم وين تطلع؟ وين؟ سمعتوا يسوون فحص بالبصيلة الشعر وشي، فحص يقول لك شنو ناقص شنو زايد شنو السموم وشنو ما أدري شنو، عندك معادن ثقيلة معادن مثقيلة، وخصوصا الشعر إذا صارت مثلا قشرة وايد عندك هذا معناتها فطريات. حلو، المناعة لما تشوف الفطريات ما راح تسكت، فطريات تبي تشيل الفطريات. حلو، المناعة شنو تسوي مالتنا؟ المناعة تشوف شيء غلط دش الدم على طول، طواري يطلعون بالدم، وين 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 هذا وين اللي داش؟ كاه وصدناه. شنو باللاسلكي يحاجون بعض، شنو فيكم؟ شفنا شيء غريب لاصق بالراس، هاجموا. تقوم المناعة تهاجم البصيلات لأن شافت شيء غلط، شافت شيء غلط. ترضى عن غلط أنت؟ ما حد يرضى، شافت شيء غلط يعني لا تلومها، قاعد تمشي صح. إخواني إخواتي في شغلة ضرورية لازم أقولها، بالنسبة لي إذا أنت تحب بضاري وتتبع بضاري، شايف أنه قاعد يقول أشياء صحيحة، مش مع بضاري. الفحص مال بصيلات الشعر لا تعتمده، عطت 50% 60%، لا تسويه 100%. يا مناس يولي احنا سوينا فحص الشعر، عندكم زيادة بالمغنيسيوم، واكل المغنيسيوم قاعد ندوره دواره بالأكل، عندك تنقص مغنيسيوم. ليش؟ لأن منو ماخذ المغنيسيوم؟ من اللي ياخذه؟ القلب هو الاولى بالمغنيسيوم، باقي الاعضاء ما فيهم مغنيسيوم. فلما يسوي مثلا يعني لما يسوون الفحص عندك المغنيسيوم زين، لا لان القلب ماخذه فطالع لك بالكشف زين. لو تقيس الخلايا والاعضاء ما فيهم نقطه مغنيسيوم. على كل حال الفحص هذا لا تعتمده، اوكي؟ بسهل الموضوع زين عشان لا ياخذ الفيديو وقت. انت زعلت، زعلان، الثعلبة تزيد فيك إذا أنت فيك نفسية 100%، ولكن مو بس الزعل، الغذاء نفسه، الأكل. الحين أنت زعلان، أوكي؟ لما أنت تزعل الجسم شنو يفهم؟ هذا زعلان، هذا طايح بمشكلة. فالدم وينه؟ الدم كله رايح العضلات، رايح الصدر، رايح العين، رايح عند الرئة. الدم ما في كفاءة قوية بالمعدة، حتى حمض المعدة مو فارز. فلما أنت تي تأكل الأكل ما يتهضم، يتعفن، يقعد بمعاد من الغليظة ليد دقيقة. استرس استرس، أكل مو زين، استرس أكل مو زين، استرس أكل مو زين. المفاجأة الحين أقولك إياها، راح يصير فيك ترشح بالأمعاء. شنو يا بضاري ترشح بالأمعاء؟ هذه الأمعاء، الأمعاء تقعد تتخرب، أوكي؟ شيء كان يصير فيها قضوط، طبعا حتى بمجهر ما تشوفونه، شيء بسيط جدا. طلع بروتين، طلعت بكتيريا بالدم. شوف منو نايم، جهاز مناعة درن. هلو هلو والله في شيء بالدم، لحقة صادته باكر. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. المناعة شقالة 24 ساعة قاعد تهاجم الأشياء الغلط اللي فيك. راح البروتين هذا او البكتيريا راحت وين؟ راحت هني. وانت قلنا غذائك مو زين ومو صحي وعندك المنافذ مالوت البصيلات رايحين فيها، من يقعد عندهم؟ البكتيريا، لان رفيجتهم رفيجتهم البكتيريا والفطريات، لان في هني بكتيريا وفطريات وطلع لهم، راحت البكتيريا تمشت ماكو. فقلنا الفطريات والبكتيريا لصقت هني، المناعه طلعت البي سيلز، اوكي؟ عندنا الناتر كلوروسيز مسؤول عن الفيروسات، البي سيلز مسؤول عن البكتيريا والفطريات. جيش قوي يفرزون، الطحال تفرزه والغدد الليمفاويه تفرزه. طاره وين راحوا؟ راحوا حق المكان فوق الراس. حصلنا حصلنا حصلنا، يلا هاجموه. وتقوم المناعه طق طق طق،
اوف كنا فراغ صار طنق 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 فراغ الثاني طنق طنق. خذها قاعده، الشخص اللي وايد تطلع له ثعلبه معناته نفس الاكل قاعد يعيده قاعد يعيده قاعد يعيده. اصحى اصحى اصحى، غير اكلك على طول. ليش تنطر راسك كله يصير نفس البوضه العربيه؟ ما يصير. طلعت لك هني افهم خلاص في شيء غلط. والمشكله الناس يروحون مستشفيات يعطونهم مثبطات مناعه. ليش الخلل مو من المناعه، الخلل من الاكل اللي انت قاعد تاكله. ايش ثيابي ايش ثيابي ايش ثيابي. وعندنا شنو اللي يحبون حبايبنا اللي يدافعون علينا، من هم البي سيلز والتي سيلز. تخيل في شيء وايد الناس قاعد تاخذه وهو يقلل الجيش. شفت الجيش مثلا 1000 يخليه 100 يخليه 50، فالاستشفاء يصير عندك مو سريع سواء ثعلبه او اي مرض. من اللي يخرب التي سيلز والبي سيلز؟ عيال مناعه. الاسبرين، الاسبرين يلعن خيرهم يطيحهم. يا اخي ليش تاخذ اسبرين؟ الناس اللي متعوده على الاسبرين لا تاخذ، اخذ الكركمين هو نفسه اسبرين من الله طبيعي مو مواد كيميكال مسوينها. الكركمين هو الاسبرين خلاص. بس قاعد تلقم قاعد تشوف مباراه كنا حب شمسي، وقف اسبرين بليز. الحين عرفنا بالفيديو هذا ان اي مشكله بكوكب الارض تخص الجلد شنو معناتها عندنا ترشح بالامعاء. زين ناخذ اقوى شيء يفيدنا بهذا العرض، شنو؟ الساحر الماستيك جم. ماستيك جم خطير يا جماعه، انا ما ودي احطه لانه في يعني في اشكال. بوظاري تسوي دعايه، شوفني نازل هني بوظاري دعايه. ايه شركه بوظاري دوت كوم. كان ما تلقاني واسق قوتي، كان تلقاني باليخت وحق جلدي. خلينا من هذا. وايضا نستخدم زيت حبه البركه، الله. ونستخدم ايضا شنو؟ زيت الاورجانو، الله. وشاي عرق سوس مرتين باليوم. سولف لي سولف لي عن الطافه اللي راح تتسكر، ماكو ولا قضه، استحمل كمل. اوكي. وايضا شنو ناخذ؟ ترى كل هذا تنظيف على العفيسه اللي انت سويتها من 5 سنين. لا يعتقد شخص فيكم اللي فيه ثعلبه او مرض جلدي عباله والله قعدت من النوم والله قاعد يطيح والله اكزيما. لا، هذا فيك من 5 سنوات. الجسم تحمل تحمل تحمل، الجسم كان يقول يبا مسخت خلاص، اعطوه ثعلبه اعطوه اكزيما. فلا تظن بيوم وليله اعطوني عين، انا رقصت بالعرس طقيت رقبه 5 مرات، ام العروس شافتني اعطتني. خلكم من هالسوالف. او واحد الجيت سكي مالي حاط له ستيكرز واعطوني عين. لا، انت فيك او فيك انت من 5 سنين او 6 سنين فيك هالمرض، ولكن الجسم ما تحمل توه تطلع الاعراض، استسلم الجسم. ناخذ الكولاجين، ضروري جدا الكولاجين. تايب 1 تايب 3 تايب 4 تايب تيوب سياره، المهم اي تايب فيهم. واضحين؟ الحين بقول لكم الممنوعات، مو قدها لا تستشيرني ولا تكلمني، خليك قدها. اهم شيء عندنا نوخر عن الاسترس. الاسترس شنو يسوي؟ ركزوا معي. الاسترس ما يخلي الاكل ينهضم عدل، فراح يرد نفس المشكله. بليز رجاء، اذا انت ولد او اذا انت بنت، لان اكثر البنات يعني بصراحه اسف على الكلمه اكثرهم شخصيه صفر. ليش صفر؟ زوجها كل يوم قاعد يهزئ كل يوم قاعد يهزئ كل يوم قاعد يهزئ، يعني خذت واحد مو صاعي وهي ساكته. لا، لو سمحتي هذه حياتك وباكر تصيرين قرعه. ما يصير ام احمد القرعه باكر عيالك يبي يشوفون امهم، الام ومدرسته. فهمه يعني انت الجنه تحت اقدام الامهات، يعني الام خط احمر، يعني انت لازم تصيرين واو ملكه البيت مو ذبانه البيت. فهمتي؟ عند السترس مو قادره تتحكمين يبقى اخذي شوقنده او ماكروت عشان السترس ينضبط. اوكي. وعشان الاستشفاء يصير سريع، يعني انت لا تكلمني اقل من 5 شهور 6 شهور، لا تسولف لي. هذا صاير لك فيك من 6 سنوات، بيوم وليله والله يبي يخف. لا لا، فيلم هندي هذا، فيلم هندي. ناخذ الكلوريلا والسبرولينا. ليش؟ هذول الاثنين عندنا السبرولينا يشيل لنا شنو؟ الخرسين. تعال تعال تعال. وعندنا الكلوريلا يشيل لنا الزئبق، يشيل لنا الالمنيوم، يشيل لنا الكاديوم، المعادن الثقيله هذه اللي موجوده بالجسم، المناعه اللي قاعد تلحقها. احمد ربك ما راحت بمكان كان صار لك مرض، احمد ربك ما لا يصير لك الام اس اصلا. تخيل هذول الاشياء المعادن الثقيله يلصقون على ماده المايلين، من اللي راح يهاجم؟ نفس طريقه الثعلبه، المناعه هم راح تهاجم. فدير بالك انت معرض معرض. فهمت؟ في شيء اذا ما سويته انا اقول لك شو تسوي. دش سيتنج، سوي حق الفيديو مالي ديليت وفكني من شرك.
السكر وخر عن السكر. زين بضاري دارك شوكليت لا سكر ما نبي سكر الله يخليك. زين فواكه بضاري لا سكر ما نبي شيء ملوفسي سكر ما نبي أي شيء حالي. اتفقنا؟ زين بضاري هذا اللي يقولون استيفيا دائما حلجمتي. زين استيفيا أنا بطيخ عشان أبي عطر عشان أصحصح. بسم الله صحصحت. أنت حاقد علي ولا شنو؟ ليش تسوي شي حركات تطلع لي نكهات تطلع لي؟ ما نبي سكر ما نبي جلايسيمي إندكس يصعد. انصعد جلايسيمي إندكس ودانا بداية خرب العلاج كله. سكر ما نبي. أنت بلبول عراقي أنت مولود بقفص وخر عن السكر. إيش فيك ياهل؟ والله إيش فيك؟ استمرينا شهر شهرين والله الشهر قاعد يطلع. البركة راح تتزوج أبيك تلزقح فيها تطلع الشعر مني. نفس هذا الريال القدم هذول الزلف الكبرى. بعد ما الشعر يطلع يتضبط لا معي كمر سواء أنا أو غيري دشلك على قناة محترمة شلون تهتم بالشعر من الداخل مو الخارج. وأنا حاط فيديو كامل شارح شنو الشعر يبي كل شيء كل التفاصيل. راح تدش الفيديو اخذ المعلومات وطبقها. واضح يا جماعة كل شيء واضح. والأفضل عشان تشوف نتيجة أسرع تصير كيتو. مسولف أنا على الكيتو لما زهقت. تسوي ضروري صيام المتقطع ما بيشرح تقدر تدش وتشوف. وأسف على الإطالة يا جماعة وأسف إذا ثقلت عليكم كلام أنا اعتذر ولكن والله من القهر خاصة النملة اللي يحب السكر. شوفكم على خير وخلكم مع بطاري.